أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة رب المسرفين وأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وَأَدْرَكْنَا فِيهَا آيَاتٍ الَّذِينَ خَوْفٌ عَذَابَ الْأَلِيمِ وَفِي مُوسَى إِذْ رَسْمِ سُلْطَانٍ مُبِينٍ فَتَوَلَّى ابْنُ وَقَالَ سَاكِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ وَأَخَذْنَا وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ مما كان منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشنا فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجا لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين ولن تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم نذير مبين كذلك ما الذين من قبلهم رسلنا قولوا ساكرنا ومجنون أتواصوا بي بل هم قوم طاغون فتولا وما أنت بملوم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل شعب فلا يستعجلون وويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في روك منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمر السماء مورا تسل الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أبسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربكم رب عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا مما كنتم تعملون متكئين على سرير مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعوا ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما لهم من آمن من شيء كل امرئ بما كسب رهين وامتنوا بفاكهة ولحم مما يشهون يتنازعون فيها كسلنا لهم فيها ولا تأسهم ويطوف عليهم الألوان لم كان أملون مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل وفي أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر وما أنت بنعمة بكين ولا مجنون أم يقولون شير نتربصوا به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمر محلم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون نتقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء وهم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربهم مسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمع سلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسمع جرهم فهم من مورهم مسكنون أم إن لم يكتمون أم يريدون كيدا فالذين رم المكيدون أم لهن إله غير الله سبحانه الله عما يشركون وإن يروا كسبا من السماء ساكتا يكون سب مرقوب فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يساقون يوم لا ينقم شيء ولا هم ينصرون وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أسرهم لا يعلمون فاصبر لحكم ربك فإنك بأن سبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل وسبع إدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أنه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قوبا قوسين ودنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمرن على ما يرى ولقد نرسل أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إن يغشى سدرة
كما يغشى بس والبصر وما دغوا لن قدر آمين أدرب الكبرى أفرد من لا دغل أنسى ومن أدس لسد الأخرى ألك مذكر ولو الأنسى تلك أيضاً قسمة ديسى إن يا إلا أسماء سميت مدوى بوك ما شاء الله بها من سلطان إن ينتبهون إلى أنظر وما تهوى الأنفس ولن قد جاءه من ربهم الهدى أم لسان ما تمنى فللأخ والأولى وكم من ملك في السماوات لدون شفاعة مشلى من بعد عياد أنظر لمن يشاء ويرضى إن الذين آمنوا بالأخر يسمون الملائكة أسماء الموسى وما لهم به من علم إن ينتبهون إلى الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك ما بابنا ربك هو أعلم بما أنزل عن سبيل وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض يسأل الذين أساءوا بما عملوا يسأل الذين أسروا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفحش إلا اللمام إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقوا أفرأيت الذي تولى وقال إلى وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وتزر وزر أخرى وأن ليس الإنسان ما عسى وأن سعيه سوف يرى ثم إن جل جزاء الأوفى وأن ربك المنتهى وأنه ضحك وبكى وأنه أمات وأحيا وأنه خلق وزوج جميل ذكر موسى من نطفة ذات أبنى وأن علينا شهد الأخرى وأنه غنى وغنى وأنه رب الشرى وأنه ولك الأولى وثمود وما بقى وقوم نوح من قبل إنكم كانوا هم أظلم وأطغى والمتفكة تهفى وغشم وغشم في آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى صفة الأصفة ليس لها من دون كاشفة أفمن هذا الحديث أعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يقدر بدي سد وانشق القمر ويرى آيات يرد وكل سكر مستمر وكذب وتب أهوى وكل أمر مستقر ولقد جاء من الأنباء ما في مدجر حمة بنيت فما دون النذر وتولى يوم يدعون إلى شيء نكر خشى بصر يخرجون من الأجداث كأنهم يرى منتشر مهدين إلى الداء يقول كفنا يوم النصير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا قول مجنون والدجيب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وافتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الضيون فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملنا على عدد ألواح ودسور تجري بأن الجزاء لمن كان كفر ولقد تركناها يدا فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا ريحا صرصرا في يوم ناس مستمر تنسئ الناس كان مجنى أقلم غير فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بنذر فقل وبشر منا واحدا نتبعه إن أنزل في الضلال والسعور أو الكذب علمينا بل وكذب أشير سيعلمون غدا من الكذب الأشير إن مرسلنا قديم فإن أدل وردك مستمر ونبي مرنا لما كسمة بين كل شر بمقدر ونادوا سواحي مدعضا فقر فكيف كان أذبي ونذر إنا أرسلنا سيحة وقت وقر غشيم المقدر ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بنذر إنا أرسلنا المحاسبا إلا أن نوض نجيناه بسحر لما دمنا كثيرا سما شكر ولقد أدرم بدشتنا فدمروا بالنذر ولقد روضوا أضوان بدم أصمدوا عذابي ونذر ولقد سب بكرتنا ذنب مستغفر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
ولقد جاءنا فرعون النذر كذبوا بآياتنا قل يا باخت مقدسيس مقدمين أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتشر سينسب الجميع دون الدبر بل الساد مهد والساد والهوى مر إن المجمن في الظلال والسعور يمسبون في النار على جمدكم أساسا قر إن كل شيء نبي خلق بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبشر ولقد أهلكنا أشياءكم فهم مدكر وكيف كان أنواسن ولقد أهلكنا أشياءكم فهم مدكر وكيف كان أنواسن ولسن كذب ولقد أهلكنا أشياءكم فهم مدكر وكيف كان عذاب وكل شيء فعلوا في الزبر وكل صغير وكبير مستنظر إن المتقين في جنة ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر سدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آل ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آل ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آل ربكما تكذبان مرج البحر يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آل ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آل ربكما تكذبان وله الجوار منشأ في البر كالعلم فبأي آل ربكما تكذبان كل من عليا فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات كل يوم في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنغفر لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم من تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواذ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فانفطرت كالديان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويومئذ لا يسألون عن ذنبهم ولا جنون فبأي آل ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم ويؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آل ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آل ربكما تكذبان ولمن خوف مقام ربه جنتان فبأي آل ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آل ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آل ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آل ربكما تكذبان منتكئين على فرش بطائن ومن استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان كفيهن قصرات لم يرد مثلهن سنكم لهم ولا جانوا فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإنسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حورم مقصورات من الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جن فبأي آلاء ربكما تكذبان مدكر فروف نخن ورقرين كسان فبأي آل ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليسن وقعتها كاذبة خافية رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بأسا فكانت سباء منبسا وكن مسبتا سلسا وأصحاب الميمنة وأصحاب الميمنة وأصحاب المشمة وأصحاب المشمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة نعيم سلة من الأول وقليل من الآخرين
على سن موضونة متاكين المتقوب نياته فالبلدان مخلدون في أقواب وبروك قنس وقاسم معين ليس دعون عنه ولا ينزفون وفاكية ما يتخيرون ولحم طير مما يشاءون وخور عين كمثل لون المجنون جزاء مما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لا ولا تسمى إلا كلا سلاما سلاما وسب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح مخضود ودل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كسرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا ربنا تربى لأصحاب اليمين سنة من أولنا سنة من آخرين وسب شمال ما سب شمال في سموم وحميم ودل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مصرفين وكانوا يسرون على الحرص العظيم وكانوا يأكلون دابين وكنا ربه إذا من أين لما بعثون أهو أبونا الأولون قل إن الأولين والآخر مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لانقلون من شجر من سقوم ومالئون من البذور فشربون علي من الحميم فشربون أشرب الهيم هذا نسر يوم الدين أن أخلق لكم الأولاد الصديقون أفريتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما الناس ما نحن مسبوقين ألا نمدل أمسل ولو شاكم فيما لا تعلمون ولو قتلتم نشأت الأولى فلولا تذكرون أفريتم ما تحرسون أنتم تسرعون وأمنا نسارعون لو نشاء لجعلنا خطوما فضلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفريتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم المسلم من المسلمين لو نشاء جعلنا ججا فلولا تشكرون أفريتم النار الذي تورون أنتم أشهد شجرة أمن المنشئون نحن جعلنا تذكرة ومداعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلو قسموا بواك النجوم إنه لقسم لا تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسوا إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقكم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إلي منكم ولكن لا تبشرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن أصحاب اليمين وسلام من أصحاب اليمين وأما إن كان كذبين أو ضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين وسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح للإمام في السماوات وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويرج النهار في الليل وعليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله ورسوله يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين والذين أرسلوا على عبد آيات من الحكمة والدمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم لا تنفقوا بسبب لله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك عظم درجات الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين المؤمنات يسوع نورهم بين أدوابهم من مشرق من يوم الجنة تجري من أخرنا فيها ذلك والفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقون الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا واركوا التمسوا نورا فاضرب بينهم يسر لهم باب فاتروا في رحمة واضروا من قبل العذاب ينادونهم لم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم أتنتم أنفسكم وتربصتم مرتبتم وأخرتم العمان وحتى جاء أمر الله قرركم بالليل الغرور
فاليوم ليأخذ منكم فدية ولم الذين كفروا مأواكم من النار يا مولاكم وبئس المصير ألم يأن الذين آمنوا وأنتم قلوب الدين وما نزل حقه وليكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل وطلع عليهم الأمد وانقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله قد بعث موته وقد بينكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدق المصدق قرض الله قرضا حسنا يضاعف له ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجر وعدل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتسمى الأموال والأولاد كما سلوه سنع عجب الكفار نبات ثم يجود مصفرا ثم يكون ختما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربي وجنة عرضها كرم السماء والأرض وإذا الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تنسوا على ما فاتك ولا تغفر بعد مضلك ولا مغتال فخور الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل وميت ولا فإن الله والغني الحميد لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزل الحديد في بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله ما رسل رسله من الغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب من مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على سلم قفينا بإسلام لمريم وأدنى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورباني أذن إمداده وما كذبنا عنهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوا حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجر وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسله يهديكم ويغفر لكم من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به يغفر لكم والله غفور رحيم لأهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد اليهود من يشاء والله ذو الفضل العظيم.